الله، معكم مريم بنت عبد الرحمن جرافيك ديزاينر. بسم الله. مين منا ما يستخدم تويتر؟ أنا شخصياً متابع جيد للأحداث فيه، ولاحظت في الفترة الأخيرة إنك لو حاب تصير مشهور أو توصل لأكبر عدد من الريتويتس، كل اللي عليك تسويه إنك تحط جنب تغريدتك هاشتاج السعودية، تنتقد شيء حاصل في البلد، أو يعني مثلاً هاشتاج المرأة في السعودية. للأسف في الفترة الأخيرة كثير في أشخاص انشهروا على حساب بلدهم، المؤسف أكثر إنهم لقوا من يطبل لهم. كنت مرة أضايق لما أسمع هذا الكلام، بس ما كنت أعرف كيف أتصرف مع اللي كتبه. بعدين جلست أفكر، هل إحنا فعلاً عايشين في وضع يخلينا ما نشوف إلا الأسود من كل شيء؟ مشكلتي مع الصور النمطية أو الستيريوتايبس مش أنها غير صحيحة، المشكلة أنها تركز على جزء واحد من الحقيقة فقط، بحيث أنه هو يصير الطاغي على الساحة. لما يجي أحد يبغى يتكلم عن المجتمع بطريقة ثانية، يحتاج يعدل نظارته. بحكم تخصصي واهتمامي بالفن، لاحظت هذه الظاهرة للأسف كثير عند يعني فنانين سعوديين. لما يجي يبغى يتكلم عن السعودية في بلد غير السعودية، كل الموضوع اللي بيركز عليه هو الظلم والاضطهاد اللي بيعيشه المجتمع. جرب تعمل سيرش في جوجل عن Women in Saudi Arabia، 90% من النتائج اللي تطلع لك عن حقوقها الضايعة، وطبعاً قيادة المرأة في السيارة في السعودية. مرة أتنرفز من تركيزنا الكبير على الجوانب اللي ناقصة عندنا. مشكلة السلبية اللي 24 ساعة أنها تخلق جو غير مبدع، جو صعب صعب ننتج فيه. كنت في هذيك الفترة، طبعاً هذا الموضوع سوى عندي ردة فعل، فكنت في هذيك الفترة أقرأ مقال عن Use your anger to smash creative blocks، وفكرت أن الموضوع أوسع من أني بس أعكسه على يعني مشروع فني، ممكن أنا أستخدمه كسوليد ريسيرش ماتيريال. بدأت بتأثير المجتمع، تأثير لغة المجتمع على إنتاجية الشباب السعودي، واللغة هنا أقصد فيها نوعية الكلام اللي يتكلمه، مش عربي أو إنجليزي، بمعنى هل هو إيجابي أو سلبي. كنت في البداية أعتقد أنه الإعلام هو السبب الأساسي اللي يخلي الشباب ينتقد كل شيء حاصل عنده، لأنه مو جالس يشوف شيء يمثله. لكن بعد البحث اطلعت على دراسات تقول أنه المجتمع العربي والمجتمع الخليجي تحديداً ممكن يتأثر بعوامل كثيرة، لكن تأثره بالعادات والتقاليد والدين أكبر. بناء على هذا الكلام، إحنا مجتمع إسلامي وعندنا أكبر دافع يخلينا منتجين. إحنا مأمورين بعمارة الأرض، ومو بس مأمورين بعمارة الأرض، مأمورين بالإتقان في هذه العمارة. طيب، إذا كان هذا الكلام صحيح، ليش عندنا أقل نسبة إنتاج في المقابل؟ بدأت أحط أسئلة وأوزع استبيانات. كان من ضمن الأسئلة، هل تعتقد أنه أنت نجاحك راح يخدم مجتمعك؟ هل مين قدوتك في الحياة؟ هل هو أديب؟ هل هو سياسي؟ هل هو رياضي؟ كم عدد الأشخاص الناجحين اللي تعرفهم شخصياً؟ واختلفت الأجوبة. الشاهد في الموضوع أنه الأشخاص اللي كان لهم قدوة جيدة كانت نظرتهم المستقبلية عن أنفسهم أفضل، وكانوا يعتقدون أن نجاحهم راح يخدم بلدهم. أما الأشخاص اللي ما كان عندهم قدوة أو ما كانوا لاقين دعم من البيت أو المدرسة، كانوا يشوفون نفسهم خارج الصورة المستقبلية. الجميع في الاستبيان قالوا أنه هو بيسمع كلام سلبي عن المجتمع، لكن لما سألتهم هل تتأثرون، كان في عوامل أخرى زي القدوة وزي الهدف المستقبلي أقوى في تأثيرها من عدد المرات اللي يسمع فيها كلام سلبي. إحنا لما نتكلم، لما نكتب، لما نغرد، لما نعيد إرسال مثل هذه الرسائل السلبية، إحنا مش جالسين نوعي المجتمع أو إنه إحنا نعالج المشكلة إلا في حالات قليلة. اللي جالس يحصل إنه إحنا جالسين نأثر بسلبية على الشباب من عمر أصغر، وتحديداً المراهقين. تخيل معي شخص يسمع هذا الكلام من أبوه، يقرأ في الواتساب، يقرأ في تويتر، يجون أصدقاء ويحكون عنه ويكبر على هذا الأساس. بعدين لما يدخل الجامعة ويتخرج، يخيب آمال الجميع لأنه ما حقق النجاح اللي هو مفروض يوصل له. أي موضوع في الحياة، لما تدخلوا في بالك صورة مسبقة عنه، هذه الصورة تأثر على تصرفاتك وردة فعلك تجاهه، فما بالك لو كان هذا الموضوع هو المستقبل وكانت هذه الصورة بهذه السلبية. يمكن يطرأ على بالكم، طيب يعني أنا جرافيك ديزاينر، إيش دخلني في هذه المتاهات؟ ديزاين is about problem solving، وإذا أنا ما استخدمت هذا العلم اللي أنا تعلمته في شيء يرجع لمجتمعي، معناها أنا ما استفدت منه شيء. بعد البحث انتهيت لأنه الحل الأفضل أنا أركز على النوايا، أو بتعبير آخر الحوافز الداخلية. قررت أني أصمم برنامج أو منهج يعزز الدوافع عند الطلاب.
اسم البرنامج هو أكسجين. ليش أكسجين؟ لأنه الدوافع هي الشيء اللي يخلينا نتعب ونسهر ونصحى كل يوم من النوم ونجاهد في هذه الدنيا. الدافع هو الشيء اللي يعطي حياتنا قيمة، ومن غير هذه من غير هذا الأكسجين حياتنا ما لها قيمة. أهداف من هدف البرنامج إن هو يعزز الدافع عند الطلاب، يعرفهم أصلاً كيف يكتشفون هذا الشيء اللي موجود عندهم، يعطيهم طريقة مبنية على أسس وقيم صحيحة، يفتح لهم آفاق جديدة. بركز كثير على فكرة إنه أنت نجاحك مش شخصي، نجاحك لأنه في أمة قاعدة تنتظرك توصل لهذا النجاح. في نفس الوقت البرنامج منوع، في كثير من الأنشطة والتمارين والقصص الملهمة، وبكذا أنا حاولت إني أدمج أكثر من موضوع أو أكثر من حل في مخرج واحد. البرنامج يتكلم عن مواضيع مثل المبادرة، سواء كانت على المستوى الشخصي أو المستوى أني أنا أبادر في إيجاد حلول. يتكلم عن كيف أنا أحط لنفسي أهداف وكيف أكتشف أهدافي اللي أبغاها من الحياة. يتكلم عن كيف أنا أتعامل داخل فريق، وكيف أنه أنا ممكن أوصل للهدف اللي أبغاه بدون ما أنافس، لكن يعني كيف أتعاون مع المجتمع اللي حولي عشان أوصل بدل ما أنا أتنافس معهم. في جزء برضو يتكلم عن التجديد، أو كيف أنا يعني زي ما يقولوا اللي هي شحذ المنشار. البرنامج حاولت أني أصممه بطريقة جديدة على الأشياء اللي إحنا متعودين عليها بالمدرسة، بحيث أنه يجذب الطلاب ويكون متنفس لهم. في مجموعة كبيرة من القصص الملهمة، في مجموعة كبيرة أيضا من الأنشطة والتمارين. جزء مهم البرنامج يركز على فكرة يدي بيدك. إيش يدي بيدك؟ أي شيء أنت تتعلمه خلال هذا البرنامج مطلوب منك أن أنت تنشره لأي شخص حوالينك، سواء كان بالكتابة أو بالكلام. الهدف من هذه الفكرة أنه غير أنه هو يثبت المعلومة اللي أنت تعلمتها، لأنه أنت لما تتعلم شيء وتنقله للأشخاص حوالينك هذا الشيء يثبتها عندك. الشيء الثاني أنه أنت راح توعي المجتمع اللي حواليك بالمعلومات اللي أنت تعلمتها، وبكذا راح تساعد وأنت في عمر صغير بإيجاد يعني بيئة تساعدك أنت على الوصول لأهدافك. لو كل شخص من سن مبكرة عرف أنه هو المسؤول عن حياته، وعرف أنه قيمه ومبادئه هي اللي تحدد مساره في الحياة، ركز على دائرة التحكم اللي عنده وما جلس يفكر في الأشياء اللي خارجة عن سيطرته واللي هو ما يقدر يغير فيها، راح يوصل للمرحلة اللي مفروض ينجز فيها وهو واثق بنفسه وعنده هدف واضح وراح ينتج. يمكن فكرة زي كذا يعني مستحيل تعجب الجميع، ويمكن الطلاب يحسوها تضيعة وقت، لكن لو من بين 30 طالب 2 بس استفادوا راح يطلع لي توتل من كل مدرسة 18 طالب، ولو من كل مدرسة من مناطق المملكة طلع لي 18 طالب راح نوصل لعدد كبير يغير ويرفع من مستوى الإنتاج عندنا. المرة الجاية لما يوصلك برودكاست أو تقرأ شيء ينتقد أو يتكلم بسلبية على المجتمع، فكر مرتين قبل لا ترسله. يمكن تحاول يمكن تغير من الصورة النمطية لمجتمعك، ويمكن تعطي أمل لشخص كان يعتقد أن الوضع مستحيل يتغير. التراكم المعرفي هو اللي يغير المجتمعات. شخص واحد ما يقدر يغير، لكن شخص مع شخص وجهد بسيط وإن كان ما راح يغير دولة إلا أنه راح يترك أثر على الأقل في أبنائك. شكراً لكم.